كان بيلمح انه وكيل اللاعب هو نجل مانويل جوزيه، فبالتالي هيبقى في نسبه كوميشن يعني في اداره التعاقدات او التسويق او الناس كانت عايزه اللاعب يوقع. فالجهاز الطبي كان رافض هذا التوقيع. البعض بيقول انه صدرت تعليمات للجهاز الطبي انه ما يتكلمش خالص عن هذا الموضوع وانه يقفل يعمل تقريره في سكوته، ملوش دعوه يتم التعاقد ما يتمش التعاقد، الجهاز الطبي ملوش دعوه. برضو الكلام ده بيتردد داخل النادي انه دكتور وليد عبد الباقي او الجهاز الطبي صدرت له تعليمات بده. فهل ده عشان اللي جايبه نجل مانويل جوزيه؟ هل في ناس كانت عايزه فعلا تمرر الصفقه؟ مفترض يجرى تحقيق داخلي في المساله دي، لانه الاهلي مش ناقص يشرب بقى من الكاس 100 مره. يعني قبل كده كان في لاعب نيجيري اسمه بوجا ولا ابوجا كان اسمه والله اباي، قبل كده تم التعاقد معه وكلف النادي 3-4 مليون جنيه وما لعبش حتى 5 دقائق. في الفتره الاخيره لمانويل جوزيه قبل ان يرحل ويترك النادي في 2008، وكان برضه جايبه روي نجل مانويل جوزيه. فرانسيس المفاجاه اللي بقول لحضراتكم عليها ان فرانسيس لما الاهلي تعاقد معاه لم يتم عليه اجراء كشف طبي بالشكل السليم، وفوجئ الجميع في النادي الاهلي ان اللاعب كثير الاصابات وعنده اصابات مزمنه، ويستطيع اي حد يتاكد من هذا الكلام من الجهاز الطبي السابق بقياده الدكتور ايهاب علي. برضه هو ينفي او ما ينفيش الله اعلم، لكن انا بقول لحضراتكم معلومات موثقه ما تمش كشف الطبي عليه. فوجئ الجهاز الطبي ان اللاعب تعاقد وخلص كل شيء بدون كشف طبي، فاكتشفوا ان اللاعب عنده اصابه مزمنه. كان في محاولات يتم ده مع المهاجم البرازيلي او البرتغالي مورايس ده، لكن لم يتم تمرير الصفقه كما مرت صفقات اخرى سابقه في الماضي. واعتقد انه خلاص النادي بقى زي النادي الاهلي، بقيمه النادي الاهلي، بانتصارات النادي الاهلي، بجماهيريه النادي الاهلي، الامور بقى اللي بتحصل من تحت الترابيزه دي اصبحت بايخه جدا، لا يليق ابدا باسم ومكانه النادي الاهلي انت انها تتم. ان واحد بقى عايز يسمصر، واحد عايز يعمل، واحد عايز يقبض، واحد خلاص بقى النادي الاهلي دلوقتي ما كانش المهاجم يبقى سوبر وقوي، ده دومينيك باللي احنا شايفينه برشاقته دي وبسرعته دي وبهاراته دي، لما قعد ماتشين ثلاثه بيحرس اهداف الجمهور هاج عليه والجهاز الفني والناس ما بقتش عايزاه وشايفه بدات تشعر ان هو صفقه فاشله، حتى ان اثبت اللاعب جداره سريعا جدا في الملعب. فالاهلي او جمهور الاهلي مش ناقص هيجي له مهاجم زي فرانسيس، خلاص الاهلي مش ناقص والاهلي في مرحله تجديد. واعتقد ان اي لاعب يتعاقد مع النادي الاهلي في الوقت الحالي لازم يبقى جدير بارتداء القميص الاحمر.